السلام عليكم، مرحبا بكم متابعينا الكرام على قناة يلا معانا فلسطين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. اليوم راح ناخذكم جولة في مكان اخذناكم فيه سابقا، وكان ما شاء الله جمال طبيعي خلاب، وهي محمية وادي الأوف الطبيعية. اليوم جينا برفقة احد الزملاء الصحفيين اللي بنسوي تقرير عن قناة يلا معانا فلسطين. جينا لهذا المكان بسبب تميز جماله الطبيعي، ولكن للأسف زي ما انتم شايفين وصلنا المكان، هاي الجبال كلها في محمية وادي الأوف الطبيعية طلعت محروقة، والأشجار تحترق والنباتات تحترق. خليكم معنا لحتى نشوف الاستهتار ماذا يفعل في جبال الخليل. خليكم معنا ويلا معنا فلسطين. يلا امشوا معنا عفلسطين عفلسطين، انظر بالأقصى نادانا، متى رجعين متى رجعين. هذه الحلقة برعاية نجوم الشباب الدولية وقصر الأبواب. أشجار قصينها وما استكفوا بهيك، كمان حرقوا الجبال كلها بشكل كامل، يعني للأسف طلعوا. هاي ثروة طبيعية يا عالم، مصيبة هاي. منطقة بركانية، اقسم بالله اطلع 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 ورجي الناس، خليها تكون الصور واضحة لحالي. شايف المصيبة يا رجل، اقسم بالله شوف يعني للأسف. إذا متابعينا الآن نقف في منتصف جبال وادي الأوف، وبالتحديد بجانب مغارة طور الصفا. زي ما انتم شايفين الجبال الخضراء تحولت إلى جبال سوداء بسبب الحريق الذي هب في هذا اليوم الجمعة 2/7/2021. للأسف الدخان هو سيد الموقف، السواد هو سيد الموقف. أجواء يعني حقيقة تبعث إلى الألم بسبب هذا المنظر الغير طبيعي.
متابعينا الكرام على قناة يلا معنا فلسطين، نبلغ لكم بتحياتنا أنا وزميلي نعمان سلهب من جبال محمية وادي القف الطبيعية في مدينة الخليل. من هذا السواد، من هذه الحرائق، نأمل منكم يا أهالي مدينة الخليل ويا أهل فلسطين جميعا إنه جميعا نحافظ على أراضينا وعبلادنا ومحمياتنا ونخليها دائما بشكلها الطبيعي المميز لحتى نحافظ على فلسطين خضراء. شكرا لكم، السلام عليكم. هذه الحلقة برعاية نجوم الشباب الدولية وقصر الأبواب.